السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد وموضوع جديد. قبل قليل اكتشفنا زلزال خاص في المغرب، مراكش، أكادير، سلا، دار البيضاء، الرباط، قنيطرة، مكناس. بعد المدن في المغرب هاجم عليهم خاص الزلزال، خصوصا اقوى الزلزال اللي ضرب المنطقه ديال مراكش، مدينه مراكش واكادير والنواحي ديال مراكش واقليم مراكش. اذا اش غادي نقول لكم؟ الله يحفظ السلامه. اذا ولا حد كان كيتخيل بانه غادي يجي هذا الزلزال بهذه الطريقه. اذا اكتشفنا 2023 خصوصا ربما شهر 12 اكتشفنا هزه ارضيه خاص قويه خاص في مدينه اكادير. حاليا ليله الجمعه مع 11 الليل هاجم الزلزال خاص على المغرب. اكادير كارثه اللي وقعت. مراكش هدموا بعض المنازل وبعض السيارات وبعض الخسائر. ونتمنى هادي ميساج وهادي رسالة، حذاري توما حذاري. راه شفتو شنو وقع في المغرب، راه شفتو الزلزال اللي ضرب، أقوى زلزال. إذا منذ 1961 الزلزال اللي ضرب مدينة أكادير، أكادير وفلا كما كنقولو، حاليا تكرر السيناريو خاص في مراكش. حذاري توما حذاري. إذا الوقت وصلت. بعد الناس يقولوا واش علامة الساعة، واش نهاية العالم، كلشي ممكن. إذن إلا شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم أشنو قال لنا، نهاية العالم هو كثرة الزلازل. إذن كثرة الزلازل راه شفناهم.